عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير. اليوم راح نشوف طريقة عمل تشرك العيد بعجينة ساحرة. التشرك صاري خبل، لازم تجربوه. واذا كنتوا اول مرة تشوفون فيديوهاتي اني فاطمة جوجو، لا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. يلا نبدأ. مكونات كوب ونص حليب، 5 أكواب طحين، 3 كوب زيت، نص كوب شكر، 2 ملاعق طعام خمرة، وملعقة شاي بيكنج باودر، 1/2 ملعقة شاي ملح، بيضتين وفانيلا. أول شيء راح ندفي الحليب على الطباخ أو بالمايكرويف، نخلي عليه الخمرة وملعقة طعام من الشكر، نخلطهم زين ونترك الخميرة تتفاعل لمدة 5 دقائق. ورا 5 دقائق أضيف كل المكونات لهذا الخليط، وبعدين أضيف لها الطحين وأبدي أعجنها. راح تأخذ من عندي دقائق على ما تنعجن، وتصير العجينة عندي ما بيها أي تكتلات. أترك العجينة تختمر لمدة ساعة على الأقل بمكان دافي، وبعدين أخلي شوية طحين وأبدي أفردها. التشكيل حسب الرغبة، أنتوا شلون تحبون. أنا سويت هواي أشكال، راح أراويكم قسم من هاي الأشكال اللي سويتها. نفسها أم الضفيرة، ممكن أنه تسوون أكثر من شكل أو تبرموها وتسوون أشكال ثانية، أو ممكن أنه تحشوها بتمر أو بحلقوم، أي حشوة تعجبكم، وتلفوها وتقطعوها بالطريقة اللي راح تشوفوها هسه. نفس الطريقة أنا سويت حشوة تمر، والثانية خليت بها حلقوم. ورا ما نكمل التشكيل، نخليهم بصينية الفرن ونغطيهم ونعوفهم بعد فد نص ساعة حتى يختمرون مرة ثانية. وهيك صار شكلهم. هسه راح اخلي لهم حليب وشوية ارش على الوجه سمسم، وادخلهم الفرن على درجة حرارة 180 من فوق وجوه، وراح ياخذون تقريبا نص ساعة تتحمر عندي وتصير جاهزة. وهيك صار شكلها، تحفة تحفة بمعنى الكلمة، لونها ساحر وكلش هشة لما تلزموها، نفس الوقت من فوق هيك شوية مقسمة، فشي مو طبيعي. ريحتها تخبل وطعمها كلش طيب، والعجينة كانت كلش ناجحة ونفخت بشكل وهشة من الداخل. هذا القوام اللي جاي أحكي لكم عنه، شوفوا شلون لما تفتحوها كلش هشة من الداخل. خلصنا تشرك، تاكلون ان شاء الله بألف عافية. قدموا يا شاي وعيدكم مبارك ان شاء الله.